هل يمكنك دفع مبلغ 30,000 دولار لإجراء جراحة غير ضرورية في دماغك؟ في عام 2014 سافر طبيب الأعصاب الأمريكي فيليب آر كينيدي إلى فنزويلا لكي يزرع أقطاب كهربائية في دماغه اللي تسمى إلكترود. كينيدي لم يكن يشكو من أي شيء، لكنه أراد تطوير مشروعه اللي سيمكن الإنسان من تحويل الأفكار داخل رأسه إلى بيانات رقمية تستطيع الآلة تحويلها إلى لغة مفهومة. لذلك قام بعدها بجراحة أخرى لزراعة جهاز إرسال واستقبال لاسلكي حتى يدرس نشاط دماغه ويسجل الإشارات العصبية لكل كلمة ينطقها. ورغم قيامه بجراحة لإنقاذ حياته وإزالة كل تلك الأسلاك، إلا أنه يؤمن أننا سنصل يوماً ما لسر عملية اللغة الاصطناعية اللي تسمى Speech Prosthetic. عملية اللغة أو صياغة الكلمات عملية معقدة جداً، أكثر من مجرد تحريك عضو واحد. نحن نعتقد أنها عملية تلقائية وبسيطة لأننا نقوم بها في أجزاء من الثانية، لكن هالعملية تحتاج التنسيق بين أكثر من 100 عضلة مختلفة، بدءاً من الحجاب الحاجز إلى اللسان والشفاه. وأول شخص يرجع له الفضل أن نفهم يعني أهمية الدماغ في إنتاج شيء معقد مثل اللغة هو الطبيب الفرنسي بول بروكا. قام بروكا في منتصف القرن 19 بتشريح دماغ مريض لم ينطق سوى كلمة واحدة طوال 21 عام. كشف التشريح عن منطقة تالفة من الأنسجة الميتة موجودة في الجزء الأمامي من دماغ المريض، فاستنتج أنها منطقة حيوية للحديث واللغة. وتأكد استنتاجه لاحقاً عندما فحص 12 جثة لأشخاص عانوا من شيء اسمه الأفيشيا أو الحبسة، والعامل المشترك بينهم هو تلف هذه المنطقة اللي سميت لاحقاً بمنطقة بروكا. بعد ذلك اكتشف الطبيب الألماني كارل فيرنيك منطقة أخرى في الدماغ وسميت لاحقاً على اسمه أيضاً، مسؤولة عن نوع آخر من الأفيشيا أو الحبسة، حيث أن أي إصابة في هذه المنطقة تخلي المريض يقول كلام مخربط. فمثلاً بدأ ما يقول حلو يقول لحو، أو مثلاً يلخبط فيه المتناقضات فيقول امرأة وهو يقصد رجل، وأيضاً يسمع الكلام السليم بطريقة مشوهة. ولكن علماء الأعصاب حالياً وبفضل تطور تقنيات تصوير الدماغ باتوا مقتنعين أن اللغة لا تنتج أو تستوعب في منطقة واحدة في الدماغ، بل إن غالبية مناطق الدماغ تساعدنا على إدراك الكلام بشكل واضح. هل نحن نسمع بعيوننا أكثر من آذاننا؟ إذا كنت ترتدي مثلاً نظارة وخلعتها وأنت تكلم شخص، بتكتشف أنك قاعد تحاول أنك تركز معه وتضيق عيونك علشان تسمعه بوضوح، صح ولا لا؟ هذا لأن اللغة تعتمد على النظر أيضاً، فنحن نستوعب الكلام من خلال تعابير الوجه ولغة الجسد وحركة الشفاه إلى جانب السمع. في تجربة اسمها ماجورك إفكت، وهي على اسم العالم البريطاني اللي صممها هاري ماجورك مع زميله جون ماكدونالد في جامعة سوري في عام 1976، حيث قام العالمان بعرض فيديو لشخص يقول جا، لكنهما غيرا صوت المصاحب للفيديو ليكون با. الغريب أن غالبية المتطوعين اللي شافوا الفيديو قالوا إن الصوت اللي سمعوه ليس أي من الحرفين، بل هو حرف دا، والسبب هو أن أدمغتنا تستقبل اللغة من خلال الإشارات البصرية والسمعية معا، وإذا ما تعارضا فإن الدماغ يسعى للتوفيق بينهما وإيجاد حل في الوسط للتوفيق بين هذا التعارض. ما لاحظتم بعض الغرابة لما حد يتكلم في التلفون ويعمل حركات بإيده رغم أن ما في حد أمامه؟ هذا لأن الاسترسال في الحديث أسهل لو حرك الشخص يده خلال الكلام، بل إنه من الصعوبة أن تعبر لو كانت يديك مكبلة. بعض العلماء يعتقدون أن هذه الإيماءات والحركات مهمة للمتحدث مثل المستمع، وتعزز الإشارات البصرية لإعطاء المعنى كاملاً. محاولات العلماء لإيجاد فهم علمي لكيفية إدراكنا للغة
راح تمكنهم من تصميم روبوتات نقدر نفهمها وهواتف قادرة على استيعاب كلامنا بشكل أفضل، لكنها أيضا مهمة لمساعدة المصابين بالصمم، مثل يعني برنامج الذكاء الاصطناعي اللي عملت عليه شركة ديب مايند وباحثين من جامعة أكسفورد، اللي يقدر يقرأ الشفاه بشكل أكثر دقة من المصابين بالصمم بعد تدريبهم على لغة الشفاه. تصوروا البرنامج اللي تم تصميمه قام بقراءة شفاه مذيعين طلعوا في 5000 ساعة من برامج لشبكة بي بي سي، وعالجها من خلال شيء اسمه نورال نتورك، وهي خوارزميات ذكاء اصطناعي تعالج المعلومات بطريقة تشبه الدماغ البشري. بعد التدريب اختبر الباحثون نظامهم بتعريضه للبرامج اللي تم بثها على الشبكة بين مارس وسبتمبر 2016، فتمكن من التعرف على أكثر من 46% من الكلمات دون أي أخطاء، وهذه نسبة جيدة جداً لأن الخبراء تعرفوا فقط على 12.4% دون أخطاء. حتى الآن ما وجد العلماء سواء في مملكة الحيوان أو عبر تطوير الذكاء الاصطناعي شيء يمكن أن يحاكي تعقيد وتعدد وظائف اللغات البشرية اللي تعتمد على مجموعة كبيرة من العمليات الإدراكية في داخل الدماغ. محاولة فهم اللغات هي عملية معقدة، فعلى الدماغ أن يفعل التالي: أولاً يرصد مجموعة من الأصوات، ثانياً يحولها لمعاني مفهومة، ثالثاً يفصلها عن أي أصوات مشوشة أو مزعجة لا تعطي معنى مفهوم، وبعد أن يكون قادراً على استيعاب الكلمات عليه أن يربطها بالمعنى الصحيح اللي هو مرتبط بعوامل أخرى كدرجة الصوت وحدته. بالإضافة إلى ذلك يقوم الدماغ بالتقاط أي معلومات أخرى من لغة الجسد، وفي النهاية يفهم كل ذلك بالمعنى الصحيح. أظهر باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعدة جامعات أوروبية أن النسخة البشرية من جين يسمى FOXP2 يعطي البشر القدرة على إنتاج وفهم الكلام. هذا الجين اكتشف لأول مرة في أسرة إنجليزية كان عندها صعوبة شديدة في التحدث وفهم الكلام، وعندما تم فحصهم في عام 2001 وجدوا عندهم جين ميوتيشن أو تحول جيني في جين FOXP2. تقول آن غريبيل أن هذا الاكتشاف لبنة مهمة في معرفة تكون الجين اللي يسمح لنا بالتحدث، واللي قد يكون له علاقة بنوع خاص من التعلم. وفي تجربة تم حقن فئران مختبر بالنسخة البشرية من هذا الجين، فاستطاعوا الخروج من متاهة بسرعة أكبر بكثير من الفئران العادية. لكن هل يمكن لتعلم لغة ثانية أن يطور الدماغ؟ في تجربة في جامعة يورك في تورنتو بكندا وجدوا أن كبار السن المصابين بالخرف أو الديمنشيا ويتكلمون اللغتين معدل أعمارهم يمتد إلى 4.5 سنوات أكثر من المصابين بالمرض نفسه ويتكلمون لغة واحدة فقط. وبفحص دماغ من يتكلمون اللغتين وجدوا أن معدل المادة البيضاء الوايت ماتر أكبر، وهي النسيج العصبي المسؤول عن اتصال مناطق الدماغ المختلفة ببعضها البعض ونقل المعلومات بشكل أسرع. بينما قالت دراسة أخرى في جامعة إدنبرا أجريت على 608 أشخاص عانوا من جلطات دماغية أن 40% من الأشخاص اللي يتكلمون لغتين تعافوا بشكل كامل، مقارنة ب 20% من الأشخاص اللي يتحدثون لغة واحدة فقط. هل يمكن في المستقبل أن نمنح من لا صوت لهم أملاً في الكلام؟ في معهد الإشارات العصبية في مدينة دولوث في ولاية جورجيا بأمريكا قام العلماء بتصميم شريحة تزرع في الدماغ
لتسجيل نشاطاته اللي تتحكم بحركة الفم خلال نطق الكلمات، وحالياً يدرسون إمكانية تطوير هذه التقنية لتفسير ماذا يريد أن يقول المصاب بالخرس عندما يحاول الكلام. ثم تنقل الإشارات العصبية من دماغ الشخص لجهاز يمكنه أن ينطق الكلمات ليقوم بالكلام نيابة عنه. كذلك اكتشف العلماء بجامعة كاليفورنيا مؤخراً أن الخلايا العصبية في المناطق المسؤولة عن السمع بالدماغ تنشط خلال سماع كلمات معينة أو حتى بمجرد التفكير بها. ويأمل العلماء بتصميم خوارزمية، وهي خطوات ومعادلات رياضية لحل مشكلة معينة، لكي يحددوا أي خلايا عصبية بالضبط يمكن تحفيزها عندما يفكر الإنسان بالحديث وترجمة ذلك إلى لغة مفهومة. من غير المستبعد في المستقبل أن نتواصل بالتخاطر العقلي دون الحاجة لتعلم لغة جديدة. في جامعة ماسترخت بهولندا يركز العلماء على مفهوم اللغة كمعاني ذهنية في الدماغ قبل أن تكون كلمات. ومن خلال التخطيط الموجي للدماغ اللي يسمى EEG يأمل العلماء في تحديد الإشارات العصبية المرتبطة بمعاني محددة مثل البيت، السيارة، شجرة وغيرها. فكل البشر عندهم إشارات عصبية واحدة ناحية هذه المعاني بغض النظر عن اختلاف ألسنتهم. وقد يتمكن العلماء من عمل قاموس بالمفردات الذهنية لهذه المعاني، بحيث يتم ابتكار جهاز في المستقبل قادر على قراءة جمل مركبة. الصمت شيء جميل، كان وما زال يستخدم في التأمل والطقوس الروحية، لكن الكلام هو غريزة أساس في داخل الإنسان، ومن مبادئ التواصل الصحيح هو أن نتعلم كيف نعبر عن أنفسنا ونسعى لفهم الآخرين كذلك. ولما نتعلم لغات أخرى فإننا في الحقيقة نكتشف ثقافات جديدة ونقترب من بعضنا أكثر، علنا نتعارف جيداً، لأن التعارف هو أول الخطوات في مسيرة السلام.